كورة يرصد ردود أفعال رجال الصحافة والإعلام بعد التعادل مع سوريا. الرجل عدنان درجال رجل شريف جدا، وأنا أحلف مكانه رجل ميبوك، أنا أحكي مكانه، لكن عدنان درجال أخطأ كثيرا خصوصا في هذه التصفيات، أخطأ كثيرا ويراد لي برنامج حتى أسولف بأخطائه. واحد من أخطائه أنه يستمع للآخرين اللي ما تهمهم مصلحة الوطن، تهمهم مصلحتهم الشخصية. بالمناسبة هاي التصفيات لو أنا مدرب، هذا أنا أمين فايس ترتي، لو أنا مدرب أجيب 12 نقطة. مبروك للإمارات، احنا امرنا، احنا اليوم امرنا بايدنا ما قدرنا نتفوق. شنو السر؟ السر يتحمل اللي خلاه يتحمل المسؤوليه، الهرم الاكبر، السيد المسؤول على الرياضه العراقيه يتحمل مسؤوليه يعني بالمرتبه الاولى. والله كمستوى يعني بعيدا عن انه منتخب وطني او هيجي ما يستحق، يعني هذه امكانياتنا، احنا ما نستحق نتاهل. المنتخب العراقي لم يستحق، والكابتن عدنان درجال صراحه فشل ذريع في المنتخب الوطني. وايضا فوز الامارات الغريب، انا اعتبره غريب فوز يعني على كوريا اللي كانت مستحوذه اكثر من 80% بالمباراه، حطم اماننا كلنا.